بسم الله الرحمن الرحيم. في هذا الفيديو نشرح في عجالة الفصول الافتراضية وكيفية استخدامها في التعليم. طبعا في البداية تظهر لنا الشاشة التالية، نضغط على سماح لنتمكن من اختبار الكاميرا. نشاهد ان الكاميرا تعمل بشكل جيد، كذلك مستوى الصوت كما تشاهدون في الأسفل. نضغط على كما هنا على كل شيء على ما يرام. تمام، ننتظر الآن يبدأ الفصل الافتراضي الخاص بنا هذا في الساعة 2:25 دقيقة تقريبا. تبقى لدينا دقيقة واحدة لبدايته. نتكلم في 5 نقاط تقريبا، هي اللي أرى أنها الأهم في إدارة الفصول الافتراضية. الواجهة الرئيسية كما تشاهدون أمامكم، هذه هي الواجهة الرئيسية. ملف عندي اللي يهمني من هذه الواجهة الرئيسية، طبعا هنا شريط الأدوات، عندي كذلك هنا القائمة بالأدوات، بأدوات الرسم لو أريد أن أرسم شكل معين، مستطيل، جميع الأشكال الهندسية. أستطيع أن أمسحها كذلك بالضغط على إكس ومسح الشكل. تمام، طيب بعد ذلك ممكن أرسم أي شكل. عندما يكون معي فصل افتراضي ويعطيني أحد الطلاب إجابة، ممكن أعرض له الشكل اللي يوحي بسعادتي. طيب، هنا لدينا في الأعلى طبعا كما تشاهدون الآن بدأ الفصل الافتراضي في العمل منذ دقيقة. عندي هالكاميرا، الأدوات، الصوت، ممكن أغلق الصوت أو لو لأي ظرف ما ممكن أغلق الصوت. هنا الكاميرا، ممكن أسمح بعمل الكاميرا أو إني أوقف الكاميرا بالضغط على إكس. أرجع للمؤشر كما هذه هي، استطيع ان انقل الادوات اي مكان. طيب، عندي بعد ذلك هنا المايك ومستوى الصوت، مستوى الصوت جيد. هنا الكتابة. طيب، يهمني كذلك من انا في نقطة شرح الواجهة الرئيسية، يهمني كذلك من يهمني كذلك في الواجهة الرئيسية اللي الادوات هي أداة تحميل من سطح المكتب وأداة التصويت. طيب، أداة التصويت الفائدة من أداة التصويت، مثلا تبغى النشاط إجابته صح وخطأ، نعم لا، أو تتأكد من مستوى الصوت. طيب، أنشئ هنا تصويت في البداية، مثلا هل مستوى الصوت أو هل الصوت واضح؟ هل الصوت واضح؟ الخيار الأول نعم، الخيار الثاني لا، وأبدأ في حفظ ونشر التصويت. مباشرة ينتقل إلى الطرف الآخر وتجيني الإجابات. أتأكد إذا كان الصوت عندهم واضح يجيني الخيار الأول بمستوى اللي عندهم الصوت واضح، الخيار الثاني تجيني كذلك بنسبة اللي الصوت عندهم غير واضح، وهذا دائما نستخدمها عند بداية الفصل الافتراضي في العمل. تمام، تبقى لدي من الأدوات المهمة التحميل، هذه الأداة اللي تشير إلى السهم يشير إلى الأعلى، أداة تحميل من سطح المكتب من جهاز الحاسب أي كان المكان اللي أنت تريد تحميل منه. خلينا نحمل مثلا
هذا العرض يمكنك إضافة أكثر من شاشة، هذه حق العرض، هنا شاشة أخرى بيضاء وأرسم في كل ما احتجت أنا في إضافة شاشات أخرى، كل ما عليه هو الضغط على علامة زائد على بال ما ينتهي من التحميل. نكون كذا نرفع الوورد، مستند وورد بيكون أسرع من العرض الباوربوينت. نجي كذلك في الشاشة الرئيسية عند هذه الواجهة، عند هذه القائمة، قائمة الحضور، كل الحضور بيكونوا موجودين هنا. كل ما أضيف شخص تجي سوف تكون عنده ثلاث علامات، اللي علامة المايك، علامة الكاميرا، وعلامة القلم. فأي شخص يريد المداخلة، كل ما عليك أنك تمكنه من الكتابة أو الصوت أو الكاميرا. طيب هنا هذه الخانة خاصة بالدردشة. السلام عليكم، هذه هي. طبعا تستطيع انك تكبر في الحجم، حابين الوسط هنا تمهيد. طبعا هذه الصفحة الأولى من صفحة الوورد، انتقل إلى الصفحة الثانية. إذا عندك أي شرح، تعليق، نغير اللون، نستطيع تغيير اللون، نخليه بالأصفر. جدا ذات فائدة كبيرة لي في التعليم. طيب هذا فيما يتعلق بالصفحة الرئيسية، الصفحة الرئيسية اللي أقصد الواجهة الرئيسية. تبقى لدينا الأدوات، أدوات يمكن استخدامها في الشرح. هذه الأدوات، هذا الشريط، مجموعة من الأدوات تكلمت عنها. هنا تغيير اللون، مثلا المرسم او الأداة الرسم. ممحاة، ممكن تزيد في حجم الممحاة. هنا عندي مجموعة من الأشكال اللي استخدمها في اي كانت المادة اللي احتاجها. طبعا جدا جدا سهلة وما تحتاج الى مهارة كبيرة في استخدامها. استطيع اني بها اداة التحديد، استطيع اني انقل الاداء الى اي مكان، اداة التعبئة، اداة التعبئة اعبي يعني لون، تعبئة بلون، أعبي بأي لون أريد. هذا بالنسبة للأدوات أو ما يتعلق بالأدوات. هذه اللي هي الصفحات البيضاء في المسرح، الستيج أو يسميه المسرح، أو الصفحة البيضاء، أو اللي هي زي السطح الخاص بالشرح. إذن الآن تكلمت بصورة سريعة عن الواجهة الرئيسية، النقطة الثانية على الأدوات، كذلك النقطة الثالثة هي المحادثة. هنا المحادثة، هذه خانة المحادثة، يمكن أغير في حجم الخط، لون الخط لو أبغى أميز خطي عن بقية الموجودين، فأنا أغير لون الخط، أكتب هل لديكم أي استفسار أو سؤال؟ شاكرا حضوركم معي. ممكن كذلك أضيف من الرموز الموجودة.
هذه بالنسبة للمحادثة. تكلمت عن الرفع، الآن تكلمت عن الواجهة الرئيسية. عن لو لاحظتم يعتمد رفع الملف خاصة إذا كان حجمه كبير، يعتمد على سرعة الإنترنت بالإضافة إلى حجم الملف الموجود لدي. دائما يكون الحجم في الفصول الافتراضية أو في التدريب الافتراضي حجم الملف راعي أن يكون حجمه قليل، ما أستخدم الخلفيات الكبيرة، خلفيات العرض دائما أجعلها الخلفية تكون لون هادي للعين، أجعل الكتابة فيها أستخدم مثلا قاعدة 6 في 6 أو 5 في 5، 6 أسطر في كل سطر في 5 كلمات أو 5 أسطر كل سطر في 5 كلمات، أختار الصور الصغيرة من نوع بينج أثناء التحميل تكون والعرض تكون معي سريعة، كذلك لمراعاة ظروف الموجودين معي ودقة أو سرعة الإنترنت لديهم. إذا تكلمت الآن، انتهيت من الواجهة الرئيسية، الأدوات، المحادثة، تكلمت عن رفع الملفات والتصويت. التصويت هذا هو التصويت، أو إما تتأكد من سلامة الصوت ووصوله مثلا الكاميرا، هل الصوت واضح، هل الكاميرا واضحة، لمن يستخدم الكاميرا، هل لديك سؤال ممكن تذكره وتطرحه للمشاركين. الفأرة من وسائل الإدخال، أو الفأرة من مكونات الحاسب، من أدوات الإدخال. نعم، لا، وأبدأ في نشر السؤال أو نشر التصويت، نشوف هل الطلاب في هذه المهارة استوعبوا أو لا. ممكن كذلك تعدها كتقييم قبلي كما يتشاء من الاستخدامات لهذه الأداة. الآن وصلت إلى نهاية الشرح القاعة الافتراضية للفصول الافتراضية. أرجو أن يكون وصلت فكرة، وتقبلوا تحياتي.